نحن منعتقد أنه ما في ضرورة أبداً ولا يجب اعتماد الهيركات، هي بالفعل بترعب المودعين. ما اعتمد سلامة الهيركات المعلن، بس اعتمد الهيركات الضمنة من خلال أسعار الصرف المعتمدة لتسديد الودائع. والبنك المركزي مش عنده الودائع، الودائع موجودة بالمصارف، بس ودائع المصارف هن بمصرف لبنان. القطاع المصرفي موجود إذن، وما في مصرف فلس إذن ودائع العالم موجودة. ما فلس القطاع المصرفي من وراء الغطاء القانوني على المصارف، بالواقع القطاع متعسر وممتنع عن الدفع، وكان لازم تصفيته وإعادة هيكلته بكير لحماية المودعين. الإقراض الدولي كان أساساً بالليرة اللبنانية اللي هي عملة مصرف لبنان بيطبعها. بيتعارض هالحكي مع ادعاء سلامي المستمر بأنه مصرف لبنان أقرض الدولة الدولارات ومش هو صرفها. بيتعارض كمان مع تعديلات الميزانية بشباط 2023 يلي احتسبت ديون إضافية على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار. لا، القانون ما بيسمح لمصرف لبنان أنه يفصح عن أسماء اللي قاموا بالتحويل، علماً أنه نحن بنعتبرها عملية غير إخلاقية مثل ما تفضلت وقلت، ولكن ليست غير قانونية. كذب. القانون بيعطي هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان يلي بيرأسها سلامة صلاحية رفع السرية المصرفية وطلب داتا المصارف. نعم، نحن مع التدقيق الجنائي. تأخير التدقيق الجنائي بين 2020 و2023 كان من وراء تأخر مصرف لبنان بتسليم الداتا بشكل متكرر بحجة السرية المصرفية. المنصة اللي هي صيرفة وجدت لتخلق شفافية بالتعاطي بالنقد. صيرفة ما بتكشف كيفية تحديد سعر صرفة ولا المعايير يلي بتم على أساسها هوية مين بيشتري الدولارات المنصة ولا كيفية شراء الدولارات بأي عمولة من السوق. احنا عبينا الفراغ وخلقنا رجعنا الطبقة الوسطى، قروض سكنية لعشرات الآلاف من العيال، تمويل الصناعة والزراعة والسياحة، تمويل الإبداع الفني. مش صحيح، سياسات المصرف المركزي كانت ضد الطبقة الوسطى، ضرب تثبيت سعر الصرف القطاعات الإنتاجية ومنع خلق الوظائف، رفع الفوائد فاد كبار المودعين والمساهمين بالمصارف، وحمل العبء للمقيمين عبر فائدة الدين العام. شركة فوري أنا ما إلي علاقة فيها. الشركة مسجلة باسم خيو، وتم تحويل الأموال منها لحسابات رياض سلامة، هو المستفيد النهائي منها، وهو اللي منحها الأرباح. لا، في صعوبات ولكن ما في انهيار. توقفت المصارف عن السداد للمودعين، توقف المصرف المركزي عن السداد للمصارف، خسرت العملة 98% من قيمتها. شو هو تعريف الانهيار؟